وقد أنشدها شعرا السيد إسماعيل الحميري رضوان الله تعالى عليه، وهو من أصحاب الإمام الصادق. الإمام الصادق شهادته سنة 148، يعني قبل قرن من الزمان قبل ما يطلع هؤلاء الكتاب كالأزرقي والفاكهي والزبير ابن بكار، قبل صحيح مسلم، قبل أن يطلعوها بقرن من الزمان 100 سنة وأكثر، كانت قصيدة مشهورة عن السيد إسماعيل الحميري رضوان الله عليه، أنشدها في محافل أهل البيت، وهي إلى الآن معروفة، ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها وبدا مع القمر المنير الأسعد، يعني النجوم نجوم السعد أو الأسعد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن النبي محمد. فهذا كان من الشعر المتداول بين الإمامية قبل قرن من الزمان من مجيء هؤلاء وحديثهم عنه. ذكر ذلك أيضا المسعودي في مروج الذهب بعد فترة أولئك، أن الإمام عليه السلام ولد في الكعبة، وجاء الحاكم النيشابوري وهو مصنف على أنه من علماء مدرسة الخلفاء، لكن عنده شيء من الإنصاف لأهل البيت عليهم السلام، وقال كلاما أكثر من هذا، قال وقد تواترت الأخبار. تواترت مو يعني خبر واحد، وإنما أخبار شنو؟ متواترة تفيد العلم. وقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا كلام الحاكم النيشابوري، متوفى سنة 405 هجرية، كرم الله وجهه في جوف الكعبة. والكنج الشافعي ينقل عن الحاكم النيشابوري لعله من مكان آخر تفاصيل القضية، يقول ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمكة في بيت الله الحرام ليلة الجمعة 13 ليلة خلت من رجب سنة 30 من عام الفيل، ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام سواه، إكراما له بذلك وإجلالا لمحله في التعظيم. هذا كلام الكنج الشافعي ناقلا عن الحاكم النيشابوري. نحن نقول ليست القضية فقط إجلالا وإكراما، وإنما هداية للناس إلى سبيل أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأما حديث الإمامية وكلام أعلامهم كالشريفين الرضي والمرتضى والشيخ المفيد وأمثال هؤلاء، فحدث ولا حرج.